المجتمع المدني. انطلقنا اليوم في توزيع المساعدات، بدينا نعبوا في قفة رمضان. شكر جزيل أهالينا في فندق جديد حيسلتين، المسرطية، السمار، ما شاء الله جاوبوا معنا الناس كل، عاونونا بنسيب كتب من ربي. حاولنا من الأولى احنا عملنا باش نعملوا 100 قفة، ما رأنا إلا تبارك الله وصلنا تو 120 ومازال الخير يزيد. وبارك الله فيهم كل، وشكر جزيل الفريق العمل معنا، رجال الخفاء، وربي يبارك لهم رجال ونساء، وربي يستر دنيا واخرة. تو حوالي 60 70 دينار كل، تتمثل المساعدات في ستيك حليب، بلاتو عظم، 4 كيلو مقارونة، حكة هريسة بوكيلو، حكة طماطم بوكيلو، البريك، فلفل زينة، تابل كروية، الطن، معناتها برسك جميع اللوازم اللي حقها المواطن في شهر رمضان الكريم. احنا قمنا بخلية ووزعناهم حسب الأحياء الموجودة في المنطقة.